بسم الله. شايفين بقى جمال الكيك اليوسفي؟ حاجه كده ما شاء الله، عسل، حاجه تحفه يا بنات. اجمل صينيه كيك تعملها من اليوسفي، وريحتها جايبه لاخر الشارع. يلا لو حابه تعملي الطريقه الحلوه العسل اللي انا عملتها دي وحابه تجربيها، خش على الفيديو شوف المقادير وطريقه التحضير. بس اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل وصفات. وحط عليها كده معلقه عسل كده، بسم الله ما شاء الله، بتخليها في حته تانيه خالص. السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير وانتم معايا. والنهارده هنعمل احلى فيديو كده ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا ده معانا يوسفي، احنا هنعمل النهارده احلى كيكه. النهارده كيكه اليوسفي ان شاء الله هعملها بمقادير سهله وبسيطه خالص، مقادير كمان المقادير بتاعتنا اقتصاديه. زي ما انتم شايفين انا معايا حبتين من البيض، تمام، معايا كوبايتين من الدقيق، اللهم صل على رسول الله، زي ما قلت لكم معايا كمان كوبايتين من الدقيق، معايا طبعا العامل الاساسي بتاعنا النهارده اللي هو اليوسفي، حبتين من السفندي، او لو هو سفندي صغير ممكن تاخد 3 حبات زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. معايا كوب من السكر، الكوبايه نفس المقادير اللي هنعاير بها كلها، معانا طبعا فانيليا، معانا بيكنج باودر، هناخد معلقه كبيره على الوصفه بتاعتنا ديت النهارده. تعالى هنحضر الاول مع بعض زي ما انتم شايفين المواد الجافه مع بعض كده. معايا الباكو البيكنج باودر، هاخد معلقه منه كبيره، ناخد معلقه حلوه كده على على الدقيق بتاعنا، تمام، بسم الله. معلقه كويسه اهيت من البيكنج باودر، اللهم بارك. ومعانا كمان ذره صغيره خالص كده من الملح، حاجه كده بسيطه خالص من الملح، تمام، زي ما انتم شايفين. يبقى دي كل المواد الجافه بتاعتنا اللي هو البيكنج باودر، ومعانا كمان ذره الملح، ومعايا الدقيق. طبعا الدقيق ده لازم يكون منخول كويس جدا، تنخليه مره واثنين وثلاثه، تمام، اللهم بارك. هركن بقى المكونات بتاعتنا الحلوه ديت على جنب، وتعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. السفندي بتاعنا طبعا او اليوسفي زي ما بتسموه، طبعا هجيب السفندي زي ما انتم شايفين كده، هقسمها من نص. طبعا الكيكه بتاعتنا النهارده هتبقى بالقش، قش السفندي ده اللي بيديها بيخلي ريحتها تحفه، تمام، زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين احنا لازم نطلع البذر اللي جوه السفنديه ديت، علشان طبعا هو اللي بيخلي الكيكه بتاعتنا مره، فحابه الخطوه دي احنا مستغنيين عنها خالص. هنفرغ كده البذر بتاعنا زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، مش تخلي فيها ولا بذره خالص، شايفين اهو، بطريقه سهله خالص بتطلعي البذر بتاعك. وبرده نفس النص الجزء الثاني او النص الثاني اهوت، بنطلع البذر. كل السفندي اللي معايا او السفندتين اللي معايا او اليوسفي اللي معايا هعمله بنفس الطريقه. طبعا انا حطيت السفندي او اليوسفي بتاعي بالقشر اللي انتم شايفينه زي ما هو كده، هضربه ضربه حلوه كده في قلب الخلاط، عايزينه بقشره طبعا عشان خاطر الكيكه بتاعتنا تبقى ريحتها حلوه وجميله كده. وبما اننا بقى في الموسم بتاع السفندي لازم نستغل كده الموسم بتاعه ونعمل احلى كيكات منه، احلى عصاير ما شاء الله تحفه. هضرب ده بقى كويس كده وارجع لكم تاني. شايفين بقى جمال العصير اليوسفي بتاعي او السفندي، شايفين ما شاء الله اللون بتاعه تحفه. طبعا انا ضرباه كويس خالص خالص كده، مش هصفيه، هنزل عليه بكوبايه من السكر، تمام، زي ما قلت كوبايه من السكر، هنزل بالبطين هم، حبيتين من البيض، وكمان معايا ظرفين من الفانيلا. وزي ما احنا عارفين البيض يعني لازم نحط الفانيلا، لازم نحط معلقه حلوه كده من الخل، تمام، اللهم بارك. يلا اللي وصل معايا لحد هنا طبعا ما ينسناش في اللايك، اهم حاجه اللايك عشان هو بيرفع معايا طبعا الفيديو وانتوا عارفين كده، تمام. ومعايا كمان معلقه حلوه كده من الخل اهي، وكمان نص كوبايه من الزيت، ما تنسيهاش، المقدار بتاعنا ده بياخد نص كوبايه كده من الزيت، تمام، اللهم بارك. زي ما قلت الكوبايه بنعاير بيها كل المكونات بتاعتنا الحلوه. هضرب المكونات اللي انتم شايفينها دي كلها في قلب الخلاط وارجع لكم تاني.
شايفين اللهم بارك، شايفين بقى لون الخليط بتاعي، بسم الله ما شاء الله، من قشر السفندي. طبعا انا ما صفطوش، وكمان وانا بخلط السفندي بتاعي او اليوسف بتاعي انا حطيت ربع كوبايه من الميه عشان يمشي معاني اليوسف بتاعي في قلب شفشق الخلاط. وزي ما انتم شايفين الدقيق بتاعه اهو، انا قلت لهم كوبايتين، هنزل عليه بقى بالخليط اللي انتم شايفينه ده. تمام، وهقلب كويس، هقلب الكيك بتاعي في اتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، شايفين بقى الخليط معايا والقوام بتاعه تحفة. شايفين بقى الخليط، اللهم بارك، حاجة كده ما شاء الله، عسل. هجيب بقى صينية اكون دهناها مادة دهنية، اكون دهناها زيت او سمنه برضو اللي انت تحب تتني بيه. وهنزل بقى بالخليط بتاعي اللي انتوا شايفينه ده. تمام، شايفين ما شاء الله الخليط ناعم وكريمي وحاجه كده ما شاء الله تحفه. نضفي بقى البوله بتاعتك، ما تخليش فيها اي خليط كده، زي ما انت شايفه بالزبدوله كده، نزلي كل السوائل اللي فيها والخليط اللي فيه. تمام، شايفين اللهم بارك، حاجه كده عسل. كل اللي هعمله بقى انا مولعه الفرن طبعا وانا بشتغل في الكيك، وهتحط الصينيه بتاعتك ديت على درجه حراره 180. وطبعا لو ما عندكش تايمر انت بتظبطي الكيك معاكي لو خدت لون من تحت بتطفيه، ومن تحت وتولعي عليها بقى الشوايه تاخد معاكي لون حلو كده ذهبي زي ما انتم شايفين. وانا هدوبك هخبط الصينيه بتاعتي ديت كده خبطتين، اخرج بس منها الفقاقيع او الهواء. تمام، زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، هدخلها بقى الفرن لحد ما تستوي وارجع اوريها لكم تاني. الله الله على الجمال، شايفين بقى احلى صينيه كيك من اليوسفي، حاجه كده ما شاء الله تحفه. ولا ريحتها اللي جايبه لاخر الشارع، ريحتها كده فظيعه وشكلها جميل. يا بنات يا ريت يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيه. بس اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامه.